بعد انقطاع لا دام لسنتين بسبب وباء كورونا، معرض أربيل الدولي للبناء والعقار يفتتح أبوابه أمام شركات الاستثمار المحلية والأجنبية في مجال العقارات، ليجد المعرض اهتماما كبيرا من قبل التجار والمستثمرين بهدف تدوير عجلة الاقتصاد واستعادة الفرص الاستثمارية في عموم العراق. وقد أكد المشاركون أن المعرض سيعطي دافعا كبيرا من أجل تحريك النشاطات العقارية في البلاد. طبعا احنا اليوم اول مشاركه لنا في معرض أربيل الدولي، مشاركين مع 7 مشاريع سكنيه في بغداد. طبعا اليوم الاستثمار في بغداد، يعني عموما العراق عامه، بدا يرى النور بسبب الاقبال الكبير من قبل المواطنين على المشاريع السكنيه، وذلك بسبب توفير جميع الخدمات في داخل المشاريع. مشاركه بهالمعرض فكره ايجابيه لنا، وهي مشروع جديد لنا، هاي ثاني مره نشارك بهاي المشروعات ونخدم كل انحاء العالم. نحن وكيل اول من العراق للشركات لايف سمارت وكوفوكس الصيني، واول براند بالعالم نخدمكم باللايف سمارت للبيت الذكي واكوا فوكس للانتركوم الذكي. المعرض هذا تعرف بعد انقطاع طويل، بعد انقطاع بحدود سنه سنتين عن المعارض، فهذه المعرض فرصه لاعاده دوران عجله الاعمال والاستثمارات والبناء. المشروع هذا المعرض عن الاستثمارات والعقارات، طبعا احنا شركه فانا شركه اثاث المكتبي، ايضا لنا باع في تجهيز الدوائر الحكوميه والشركات والمنظمات والى اخره. يعني شركتنا طريق الحارثيه شركه عراقيه، شركه هيران ايضا هي شراكه مع شركه هيران، المستثمره والمموله شركه طريق الحارثيه، شركه هيران هي المستثمر ايضا. مجمعنا ابو الفضل السكني في بغداد، مجمعات سكنية أيضا، يعني حسب مبادرة رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء أن تكون مجمعات سكنية على أطراف بغداد، ومجمعات سكنية بالوقت الحالي في بغداد في العراق كله جاي تكثر، والإضافة أنه هي توفر فرص عمل.